بطبيعة الحال سنبين بتفصيل عندما سنقدم الدليل المرجعي للمربية والمربية تقنية الاشتغال على أنشطة المسرح المدرسي، وسنوضح حينها كيفية إعداد بطاقة تقنية لنشاط مسرحي منسجم مع المجالات التعلمية والمشروعات الفرعية المشروعات الموضوعاتية المقدمة في المجموعة التربوية مفاتيح النجاح. إذن أنشطة المسرح المدرسي، أعيد، هذه هي البطاقة التقنية المسرحية، كاين المشروع الموضوعاتي القرية والمدينة، المجال التعلم ثانوية الذوق الفني والجمالي، المكون الفرعي الفلاح والحيوانات فصول السنة والمناخ، اسم مسرحية الفلاح، الفئة المستهدفة أطفال التعليم الأولي، الفضاء الخاص خشبة مسرح المدرسة. نعم سنجد مسرحيات أخرى مرتبطة بالمشاريع الموضوعاتية الثلاث، إذا أخذنا مستوى الثاني سنجد مسرحية في القرية والمدينة، نجد مسرحية في المدرسة والأصدقاء، سنجد مسرحية في عالم التكنولوجيا والاتصال. بطبيعة الحال ستكون هناك بطاقة تقنية أخرى لمسرحيات أخرى في الدليل المرجعي للمربية والمربي. إذن هذه البطاقة التقنية نحدد فيها المدة الزمنية، وهي بطبيعة الحال محددة بنهاية المسرحية. هناك مسرحيات طويلة وهناك مسرحيات قصيرة تناسب العمر العقلي والعمر الزمني والنمو الجسمي لأطفال المرحلة التعليم الأول. كل الأهداف العامة وهي أهداف متعددة، أهداف متعددة وهامة جدا لطفل هذه المرحلة. سنأخذ على سبيل المثال للحصر الكشف عن المهارات الكامنة لدى الأطفال، هذه أهمية ذات أولوية، يصعب أن نشرح المسألة بشكل مستفيض الآن. عندما تكون حلقة تكوينية عن مراحل النمو عند الطفل وخصائص المرحلة التعليم الأولي في حلقة تكوينية أخرى غير هذه الحلقات الإجرائية التي يحتاجها المربي الآن، سنقدم تفصيل أوضح لهذه المراحل النمو عند الأطفال وخصائص النمائية عند الطفل التعليم الأولي. إذن الكشف على المهارات الكامنة لدى الطفل، هناك الطفل الخجول، هناك الطفل المتردد، هناك الطفل الذي يتميز بحركة عالية، هناك أطفال لهم مواهب خاصة تبرز من خلال اللعب مع الأقران. إذن هناك مهارات متعددة للأطفال، يلعب المسرح المدرسي دورا أساسيا في الكشف عنها وإبرازها لدينا. صقل مواهب الأطفال، بطبيعة الحال هناك مواهب متعددة، خصوص أن هذه المرحلة تتميز عند الأطفال بما يسمى اللعب الإهامي ولعب الأدوار، والألعاب عند الأطفال هي جزء من حياتهم، بل هي حياتهم كلها في هذه المرحلة العمرية من حياتهم المدرسية. تشجيع العمل الجماعي بطبيعة الحال هذه من الأهداف الأساسية، تنمية القدرة على التواصل بلغة سليمة ومعبرة تلعب دور في تكامل مع المجال بناء أدوات التواصل اللغوي والتعبير. إذن هذه تغني الأخرى في شكل متبادل وأدوار مختلفة. تنمية الذوق الفني بطبيعة الحال، المسرح والنشيد والفن والذوق هي مجالات من حياة الإنسان، بل تلعب دورا أساسيا في حياة الأطفال. الشخصيات، هناك الفلح الفلاح العم سعود من القرية، والطفلة فرح من المدينة. الوسائل، مؤشرات دالة على القرية، غيمة، أشجار، عتلة. لباس الفلاح جلباب وعمامة، لباس الطفل فرح عادي. خطوات النشاط، تختار مربية الطفل المناسب لكل دور، تشخص الأدوار أمام بحركات مناسبة، تقوم المربية بتقطيع الجمل الحوارية لتمكنوا من حفظها بسهولة. يتدربون
على أدوارهم. هذه الأعمال كلها بالممكن أن المربية تقوم مع الأطفال بها وسترى عجبا منهم. إذن هذا النص المطرحي لا داعي لقراءته. نعود قبل ذلك. نعود. إذن النص المطرحي، هذه لقطة من المسرحية التي سنشاهد الحوار، مسرحية عبر فيديو تطبيقي سنشاهده الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظراً لأهمية المسرح في تنمية الذوق الفني والجمالي لدى أطفالنا، تقترح عليكم المجموعة التربوية مفاتيح النجاح مجموعة من المسرحيات، ومسرحية اليوم هي بعنوان الفلاح، وهي ضمن المشروع الموضوعاتي الثاني القرية والمدينة والمجال التعلمي تنمية الذوق الفني والجمالي، وهي من تقديم الطفلين فرح وسعد. استمتعوا رفقتنا. الحمد لله على أقدار الخير والبركة، لما كل هذا الفرح؟ إنها مجرد أمطار. أنتم أهل المدينة تمثلون فصل الصيف، تلووا تلعبوا، أما نحن فالأمطار أمامنا، وباعة تنتوي أرضنا وقلوبنا. معك حق يا عمي، فأنا أحب فصل الصيف كثيرا. ألا تعلمني أن لولا الأمطار لما حصلت على الغذاء؟ حقا ما تقول؟ نعم، فالأمطار تساعد على نمو الخضروات والفواكه التي تستمتعين بتناولها. آسفة عمي مسعود، لولاك لم علمت أهمية الأمطار في نمو المحاصيل. لا بأس يا عزيزتي، المهم أن تستفيدي وتتعلمي. شكرا لك عمي مسعود. أعدك أنني سأحدث أصدقائي في المدينة عن أهمية الأمطار وعن طيبة أهل القرية. حسنا بنيتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء عمي مسعود.